طيب هقول لكم بصراحه، يعني هو الكابتن محمود الخطيب طالب ان احنا ما نتكلمش ولا نحتفلش خالص بعيد ميلاده، وقال طول ما انا مسؤول في النادي الاهلي مش عايز حد يحتفل بعيد ميلادي، بس احنا لقينا مخرج يعني الموضوع بصراحه، لان ما ينفعش ان احنا ما نحتفلش بعيد ميلاد اسطوره من اساطير كره القدم. احنا مش هنتكلم على محمود الخطيب كمسؤول او كرئيس النادي الاهلي، دي اركنها على جنب دلوقتي، احنا بنتكلم على اسطوره تاريخيه في الكوره في مصر بالتحديد وللنادي الاهلي على وجه الخصوص، لاعب تاريخي وكبير جدا جدا، وصعب ان انت في يوم من الايام تعوض شخصيه في الملعب ومهارات في الملعب زي مهارات الكابتن محمود الخطيب. انا للاسف ما اتفرجتش عليه، بس دايما بيتحكي لي عنه، يعني الناس القديمه اللي اتفرجوا على الكابتن محمود الخطيب، والدي مثلا بيقعد يتكلم معايا كتير جدا عن الكابتن محمود الخطيب في الحقيقه، يعني من زمان قوي. فللاسف انا ما عاصرتش الكابتن محمود الخطيب، بس شفت بعض الفيديوهات ليه دايما كده، سواء الاهداف اللي بيجيبها على مدار تاريخه، وجايب 109 هدف تقريبا مع النادي الاهلي بخلاف الاهداف مع المنتخبات الوطنيه، زي الاهداف اللي حضراتكم شايفينها كده. وفي الحقيقه الاهداف كلها تاريخيه وفيها مهاره، يعني كل الاهداف هتلاقي فيها مهاره، تمام؟ يعني دي مهاره مثلا، ادي سرعه مع مرور من حارس المرمى برؤيه مميزه جدا وشاف الحارس متقدم. انا مش هقعد احلل، طب مش انا اللي هقعد احلل يعني اهداف الكابتن محمود الخطيب يعني، لكن في كل الاحوال انا في فيديو شفته على السوشيال ميديا كده ملوش علاقه كمان بالاهداف، فيديو مهارات بس، مرور من لاعب حركه معينه بيعملها، انبهرت اكتر، ما كنتش شفته قبل كده في الحقيقه، شفته قريب من كام اسبوع، لكن زمان لا كنت بشوف الاهداف بس. فبالتالي لا، حقنا بصراحه ان احنا نحتفل باللاعب محمود الخطيب، الاسطوره الكابتن محمود الخطيب، نجم نجوم النادي الاهلي واللاعب التاريخي للكره المصريه، واللي قدم الكثير والكثير سواء للكره المصريه او للنادي الاهلي في الحقيقه، اهداف كثيره جدا للكابتن محمود الخطيب وكلها بصراحه احلى من بعض. يعني ايه الهدف ده مثلا؟ يعني ايه الهدف ده؟ ايه الاستلامه؟ واستلامه على مرتين، يعني بيستلمها على صدره، بعد كده هيئها برجله، بعد كده شاط في البعيده. فلا صعب يتكرر مهاريا، صعب يتكرر من حيث الانجازات. لا في لعبة كتير جدا عملت انجازات، لكن كمهاره وطريقه لعب يعني جدا مثلا، لا مش هنقعد نحكي كتير، في اجوان كتير جدا للكابتن محمود الخطيب في الحقيقه كلها مميزه. فاحنا عايزين نقول له ايه؟ عايزين نقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن محمود، وان شاء الله باذن الله باذن الله دايما كده ربنا يديك الصحه وطوله العمر، ودايما كده متالق سواء لما كنت لاعب او سواء كمسؤول برضو، لان دي من الجانب الاداري، عنده مشوار اداري كبير جدا في تاريخ النادي الاهلي، سواء كعضو مجلس اداره، كنائب رئيس للنادي، واخيرا كرئيس للنادي. احنا اتكلمنا شويه عنه بشكل اكبر كلاعب واسطوره كرويه.